يقول: جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد امرأة تبكي عند قبر ابنها فنهاها عن البكاء وأمرها بالصبر، ولم ينهها عن وجودها في المقبرة. يقول: كيف الجواب عن هذا؟ ما هو في المقبرة، قبر قريب، يا ما هو في المقبرة، خارج المقبرة، جالسة عنده، ومر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ونهاها ولم تعرفه، قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له: إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخجلت وندمت، ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، اعتذرت منه وقالت: الآن أصبر يا رسول الله. قال: الصبر عند الصدمة الأولى. أي نعم.